شركة بريطانية قامت بتحويل التكنولوجيا المستخدمة في سيارات الفورمولا 1 إلى تصنيع السيارات الرياضية عالية الأداء، وأثبتت شركة ماكلارين أوتوموتيف ريادتها في استخدام ألياف الكربون في صناعة السيارات التي تتميز بها في سباقات بطولة العالم للفورمولا 1. يبلغ عمر شركة ماكلارين أوتوموتيف للسيارات 5 سنوات، ويعود إرثنا بالطبع إلى سباق السيارات، لكننا أصبحنا الآن شركة قائمة بذاتها. صنعنا أول سيارة قبل 5 سنوات في معملنا في إنجلترا، والنجاح الأكبر بالنسبة لنا هو تمكننا من تحقيق الأرباح للعام الثالث على التوالي، وهذه نتائج إيجابية. بعد الإطلاق العالمي لعلامة ماكلارين أوتوموتيف في عام 2010، أطلقت سيارة C12 الخارقة في عام 2011، وتبعتها نسخة C12 سبايدر في عام 2012، وبدأت ماكلارين في عام 2013 بتصنيع ماكلارين P1 محدودة الإنتاج. حققت ماكلارين نتائج إيجابية في المنطقة هنا، حيث تمكننا من زيادة مبيعاتنا بنسبة 69% منذ بداية العام 2016 حتى اليوم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015، رغم أن ظروف السوق صعبة، حيث تراجعت مبيعات السيارات الفاخرة خلال هذه الفترة بنسبة 35%، ونحن سعيدون بهذه النتائج. واتباعا لمخططات ماكلارين أوتوموتيف في تقديم سيارة جديدة في كل عام، كشفت خلال عام 2014 عن طراز S650 ونسختيها كوبي وسبايدر، وشهد عام 2015 نموا غير مسبوق في السيارات التي تنتجها ماكلارين بإطلاق 5 طرازات جديدة في جميع الفئات. نطمح إلى تحقيق نمو إضافي متواصل في منطقة الشرق الأوسط. أما على المستوى العالمي، فقد التزمنا باستراتيجية قائمة على استثمار 1 مليار جنيه استرليني في الأبحاث والتطوير في السنوات 5 المقبلة من أجل صنع منتجات مثيرة للاهتمام. ومع انتهاء العام، تم إطلاق الطراز 5، والذي كان أول طراز في فئة السيارات الخارقة، بالتزامن مع انتهاء إنتاج السيارة رقم 375 والأخيرة من طراز ماكلارين P1، ليختتم العام بطريقة حاسمة للعلامة البريطانية العملاقة.